شركة أم للصناعة والتجارة، رح نحكي اليوم عن جهاز الهونوسوس 830 من شركة جي. الجهاز هو عبارة عن شاشة 15 إنش، في عنده شاشة تاتش سكرين، في عنده الكيبورد، هذا الكيبورد تبعه، هنحكي عن أزراره هلا، في هون أماكن للطابعات، في سي دي، في ثلاث مآخذ من البروبات تبعه. طبعا زر التشغيل تبع الجهاز هو زر التشغيل، نكبس عليه لتحت فبيشتغل الجهاز. هلا الجهاز شغال عنا. شو ازرار الازرار تبعه؟ ازرار تبعه الزر الاول هون ادخال المريض، نكبس عليه نلاقي دخل على اعدادات المريض، ندخل اعدادات المريض كامله، لاست نيم مثلا، طبعا بتركبه تحرك تركبه لاست نيم مثلا، بعدين فيرست نيم مثلا، طبعا والعمر وهي، وبنحط هون بيحطوا لنا رقم هو ديفولت، له ستارت اكزامبل. لاحظ نزل الرقم ونزل الاسم وكل التفاصيل هي بالنسبه لادخال المريض. بعد اختيار البروب نكبس البروب هون، تمام، بنختار البروبات اللي حتطلع عنا. فهون عندنا بروبات الثلاثيه ابعاد بيكتب عليها ثلاثيه ابعاد والثنائي ابعاد بيكون ثنائي ابعاد. هلا بعد ما نختار البروب، لاحظوا هون هي البروب الثانيه، طبعا بيطلع عنده الاعدادات مختلفه، البروب الثالث بيطلع اعدادات مختلفه. فهلا ناخذ مثلا البروب الاول، هذا بروب ثنائي 4C، في عنا ابدومين ولا اوبستريك ولا هي، حنقول اوبستريك. اوبستريك شو بدنا ناخذ منه؟ روتين ولا فيرست تيرم ولا فيرست تيرم كارد ولا سكند وثيرد تيرم، حسب شو بدنا نحن ناخذ. فهدول هنين الاعدادات، حناخذ سكند اند ثيرد تيرم. شو اللي اخذناها؟ بلش اقلع الجهاز، اخذ البروب، اعطانا سكند ثيرد تيرم واعطانا اعدادات الجهاز. طبعا في المعايرة للجهاز تجي نعايره من خلال هدول الازرار الموجودة هون على التاتش سكرين، حنحكي عنها بكل التفاصيل. هلا بعدها في شو عندنا هون؟ عندنا ريبورت نكبس عليه بدخلنا على التقرير، حسب القياسات اللي بنعملها بيطلع لنا تقرير. بعدها هون هي اركايفنج، اذا بنفوت على الارشفة على الصور القديمة، فينا نفوت على الصور القديمة نكبس اوبن وناخذ جميع الدراسات القديمة اللي عاملينها. مجرد كبس على دراسة واحدة مثلا، لاحظ تطلع الصور، نكبس عليها مرتين نقدر نفتح الصورة ونتفرج عليها. نرجع على سكان مود مثلا، خلصنا منها. هلا بعدين نجي على اي سي جي، اذا بدنا عندك اي سي جي، مايك، فيديو، هي موجودين مثلا. هون كونتراست مادة ظليلة، هون تقسيم الصورة على اسفلها مفعلة. هلا تقسيم الصورة هون دول، شوف لاحظوا هلا قسمنا الصورة قسمين وبنقي بين الصورتين اربع اقسام كلها من هدول الازرار. بدي ارجع على الديفولت فول سكرين، نكبس على هي، نرجع على هي الصوره. اذا خلينا نشوف احنا هون ممكن شايفين شلون، نرجع هون فول سكرين. طيب هي بالنسبه لهدول الازرار. هلا نروح الازرار هون على اليمين، على زر ال2 دي، هي 2 دي وتدويره بيطلع باول جيم تبعه الصوره. الزر الثاني الكلر، نكبس عليه ونفوت على نمط الكلر وتدويره بأول كلر. إذا جيت على الكلر نفس الزر تدويره. البي دو باور دوبلر نكبس عليه بيطلع عنا باور دوبلر، بيبين معنا باور دوبلر. الإم مود نكبس عليه الإم مود، كبسة ثانية، كبسة أولى، وبعدين ناخد هاي الزر اليميني هون، هذا اللي عم يعطينا هون اللي هو هذا الزر. ها على اليمين تركبوه، نكبس عليه بيعطينا أبديت وبلش الإم مود. السي دبليو نفس الشيء، نكبس السي دبليو تمام مشان ناخذ دوبلر، بيطلع معنا اشاره دوبلر. مشان نبلش الدوبلر ان هي نحط هون، هي هو زر اليمين تركبه، نكبس عليه نبلش الدوبلر بيطلع. نكبس 2 دي نرجع على 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 صوره ال 2 دي. هي بالنسبه لل هي. شو في عندنا كمان؟ عندنا اوتو اوبتمايزيشن، تحسين الصوره بشكل اوتوماتيكي لحال بيحسن لها الصورة. اتش اي هارمونيك عشان يعطينا هارمونيك للصورة. 3D 4D اذا عندنا 3D 4D بنحكي عليها لحالها. كونتينوس ويف وهي باور فلو، هي باور فلو اذا عندنا باور فلو، تقنية باور فلو ولا لا. بانوراميك فيو اذا عندنا اياها ولا. بعدين عندنا القياسات الاساسية. هلا عندنا هون، هلا عندنا هون هون هذا الزر، هذا الزر لتغيير الفوكسي، شايفين مكان الفوكسي، وهذا الزر للديبس
تكبيره وتصغيره، هون تغير الدبس تكبير تصغير. والزر الثاني للفوكس انه غير مكان الفوكس. تمام، هاي خلصنا منها. هلا نروح احنا هون عنا، اذا بدنا نعمل هون ناخذ زومينج، ناخذ من هذا الزر، شايفين نيكو الزر زومينج، نحرك بتركبول وين ما بدنا. اذا بدنا نغير حجمه للبوكس، في هون بوزيشن سايز اللي هو الزر اللي فوق التركبول، ها نكبس عليه وصار سايز، احس صار سايز، صار بدنا نغير حجم البوكس صندوق. هلا بنكبس زر اتش دي زوم عشان يكبرناها، بصير نحن نعرف وين عم نكبر. هي بالنسبه للزوم كالكوليشن، نكبس عليها لحاله طلع بيطلع عنا في جميع القياسات. نختار قياس اللي بدنا اياه، مثلا بي بي دي ناخده بالزر اليمين للتركبو، ناخده النقطه الاولى والنقطه الثانيه، بيعطينا بي بي دي، بيعطينا تاريخ الولاده والزمن متوقعهم. ناخذ كمان اي سي نكبر، بيعطينا من بي بي دي واي سي الاستيميتد فيتال ويت، هيك معايرين احنا هون. كمان ناخذ اف ال، نرجع ناخذ اي سي، اي سي نحن ما اخذناها لسه، ما اعطينا صح مره ثانيه. هلا هيك اخذ كل القياسات. هي بالنسبه للقياسات الاساسيه، وكل شيء قياسات بدي اياهم بلاقيها هون واضحه عندي بالتاتش سكرين. هي بالنسبه للقياسات. هلا هي بالنسبه للكالكوليشن النسائيه. هلا نحن بدنا نروح القياسات العاديه، بدنا نعمل كلير لهون هذا بنطلعهم اللي راحت جميع القياسات. هلا اذا ميجرمنت عادي هون نكبس عليه هون، ناخذ ديستانس على سبيل المثال، او بدي اريا مثلا، ناخذ اريا هون برسمه، طلع شلون برسمه. هي بالنسبه للاريا. هلا في عندي مثلا بدي اعدل على شيء، هي اسمه ميجرمنت ابلكيشن اللي او بي مثلا، بدخل على الاو بي قياسات الاو بي ميجرمنت ابلكيشن، اذا بدي اغير فيها مثلا يوزر 1، اذا عامل يوزر 1 او عامل يوزر 2، ففيني اخذه من وين ما بدي. فاكتوري هي الفاكتوري حسب انا شو معرف ال هي ورك شيت. اذا عامل انت قياسات في له ورك شيت، يعني عامل شويه قياسات يعطيك الورك شيت تبعه. هي ورك شيت، شوف هي مو عامل هلا بي بي دي واي سي واف ال، اعطانا اياها. طبعا احيانا بيعطيك الافرج، احيانا لا بياخذ اخر قيمه، انت فينك تحددها من السيت اب. هي بالنسبة لك بدنا بالهي اللي هي في عندنا جراف، اذا مش في جراف بس كلمة جراف بنطلع الجراف تبع الصورة. ناخذ كواد، ناخذ سنجل، ناخذ بار. هي بالنسبة للجراف. هاي بالنسبة للقياسات، خلصنا هاي قياسات ومسح القياسات اتفقنا من هون، إذا كبسنا عليهم طلع الشاشة تروح القياسات. تمام، بدنا نحط مؤشر بوينتر معين، ناخذ نكبس هذا الإصبع ونطلع شلون عم ناخذ، نكبس زر اليمين ونحدد النقطة اللي بدنا إياها. هي إذا بدنا بوينتر لهي، بدنا ندور البوينتر عشان نحدد ما هي، في روتيت هون طلعوا عليه شلون عم يدور، حددنا النقطة اللي بدنا اياها. بدنا نخلي اصبع بدل هي، ناخذ اصبع من هون بس للاصبع، بتكون واضح بالشكل، وطلع اصبع، وكمان بنقدر ندوره من روتيت. هي بالنسبة للاصبع. بدنا كتابة، اذا بدنا نكتب كتابة طبعا كلير، هي كلير نفسها. بدنا كتابة بنكبس هون هي ونبلش. في كتابات جاهزة هون، بدنا نختار مثلا نكبس على ليفت تطلع كلمة ليفت، ناخذ مؤشر لمكان ثاني ناخذ نكتب بلدر تطلع بلدر، أو فينا نطلع نكتب هون ناخذ كتابات هون نكتب اللي بدنا اياه تطلع على الشاشة، وديليت من نفس المكان. اكزيت، إذا بدنا نطلع اكزيت مشان نخرج من هذا الوقت. في عنا زرين هون، هنا رفع الصوت او الباور، هون رفع الباور او تنزيله الصوت على دوبلر، وكمان هون رفع الباور.
هي عنا زرين لهي بيبين معه، وقت ناخد دوبلر عشان نطلع لقاية الصوت. هاي بالنسبة للي هي. هلا في عنا زرار بعدنا اخد 2D تمام، هاي اخدنا 2D واخدنا السكند ترمستر تمام. هلا اطلع عنا هون في عندنا تعيارات، شو في عيارات عنا هون؟ وقلب الصورة يمين يسار هون في عنا SRI مشان ريزولوشن مشان نحسن الصورة تبعه، في عنا XBeam هي تقنية لتحسين الصورة كمان جودة، والFCC كمان بيكبس عليها بيعطينا تغيير للصورة، فينا نجرب على المريض. الXBeam كمان فينا نزودها ونقصها هي حسب المريض اللي بدناه تمام. هي كمان عنا هلا الانجل، هي حط انجل اذا نغيرها طلعوا الصورة. غيرنا الانجل هيك قللناها، هي حقل الرؤية من هون لآخرها. الزومينج للتكبير والتصغير فينا نغيره، شايفين شلون شلون الزوم فينا نغيره. الفوكس نمبر انه عدد نقاط الفوكس هون واحد، هيك صاروا تنتين كما شايفين لتغيير هذا الزر. الاوتي طبعا هي الديبوز، الديبوز هاد حسب انت النسيج اللي عم تصوره نورمال ولا الديبوز ولا سيستيك يعني مثل مرارة وهيك شيء، فانت ولا سوليد حسبها ناخده خلي على الديفولت. الفريكوانسي اذا بدي اغير الفريكوانسي، لاحظوا هون الفريكوانسي قديش 3 ل 6 4 ل 9. ليش هي مع هي هي اللي هي هلا لو نحط هارمونيك طبعا بتتغير اللي هاي هارمونيك ولا ميد هارمونيك ولا لو هارمونيك، هذا كله فينا نغيره للجهاز. هاي اهم عيارات على 2D. 2D صوب هون كمان عنا الريزيستنس من غيره، دايناميك رينج مشان نعم نخشن الصورة، ريجيك مشان نقيم الضجيج، تعصورة انهانس من تحسن الصورة، وفلترة مشان نعمل فلاتر على الصورة. الكروم اذا بدنا نحن نلونها للصورة هون فينا ناخد، لاحظوا هون صار لونها على ازرق او على ايبك اني. هاي بالنسبة لل 2D طبعا، مو 4D هي لحالها تاخد. هون اذا عملنا هون ايديت جري فينا نعمل ايديت او نعمل اكزيت. اليوتيليتي هاي يوتيليتي في عنا سيت اب، سيت اب ميجرمنت وهستجرام وانترنت واديت فيديو، وهي اهم شيء عنا السيت اب. السيت اب نقدر نعدل هون نغير التاريخ والوقت، فينا ناخذ واللانجويج كمان، وفينا نغير يوزر سيتنج هون، هدول الاعدادات يوزر سيتنج حسب شو بدنا. بريفرال بس طبعا هي المهندسين بيشتغلوا فيها. الاوبشنات تبع الجهاز شو مفعل الاوبشنات، والكود هذا لازم نحفظه عنا، والسيريال نمبر تاع الجهاز، السيرفيس كود اذا نفوت على السيرفيس، نعمل باك اب للفول باك اب، نتورك والسيستم انفورميشن عشان تاخذ معلومات عن الجهاز تبعك. هاي بالنسبه بالنسبه لل كمان ميجرمنت سيت اب، نفوت على ميجرمنت سيت اب هون مثلا مثل ما شفنا قبل شوي، هي 2 دي 3 هي ام مود دوبلر، هدول هي هون هون عم يقول لي هون مثلا استيميتد فيت ويت منين نحسبه؟ من اي سي بي بي دي مثلا. هون الهارد لوب مثلا فينا غيره، هون كمان فينا ناخده جي بي على اس دي كمان نحن نغيره هون، بدنا نعمل شيء تعديل من هون بدنا نعدله. هاي بالنسبه للاعدادات تبع شو اسمه جينيريك مثلا، جينيريك اريا هون امون، هاي كلها جينيريك. هلا هاخذ كل كالكوليشن بتطلع عنا اللي بي بي دي مثلا، بي بي دي هون هارد لوب، اذا نعمل ايديت فينا نعمل ايديت من هون ونغير فيها. هي هون في تعديلات عليها كمعادلة، هون كمان. هلا بدنا نضيف مثلا نعمل اضافة هون، ناخذ مثلا هي مبنى اياها، او هي مثلا هي بدنا نعدل عليها، فينا نعدل عليها مثلا هون اديت هون، شو بدنا نغير فيها ما نغير فيها زهار ولا مو بزهار هون. هاي بالنسبة للفاكتوري سيتنج، فينا عنا يوزر 1 فينا ناخده كمان، يوزر 2 يوزر 3. هاي بالنسبة للي هي اليوزر الديفولت ما فينا نعمل ديليت عليها. اليوزر 1 مثلا فينا نعمل عليها ديليت مثلا، ما بدي هي بعملها ديليت او بعملها اوت مثلا، وبضيف انا القياس اللي بدي اياه، قياس من هون بضيفه بختار اللي بدي اياه، مش بدي بي بي دي مثلا اوساكا اختاره لوكلو. هلا اذا قال له مكان طبعا هون خلينا ناخذ هون مثلا هاي بدا تي بي بي يس ريبليس صار بي بي دي اوساكا.
لاحظوا هون صار بي بي دي أوساكا. وهكذا طريقة إضافة القياس. هي يوزر 1 يوزر 2 يوزر 3 فينا نعدل فيهم. أبليكيشن باراميتر فينا نعدل عليهم شو بدنا نظهر شو يعني الروتيو اللي بنطلع له الكالكوليشن الأوتو تريس هون الميجرمنت اللي بدناها الجلوبال باراميتر كمان فينا هون نعدي عليها شلون بتكون ظهراتها. هاي بالنسبة ل نعمل سيف ونطلع منها. هاي بالنسبة لل 2D. بالنسبة للكلر مود بس نحط على الكلر طبعا ان الكلر الجيم اللي طبعا هون البي ار اف تاع الكلر او السكيل السرعة تاع الكلر نغيره من هون نزوده من نقصه الول موشن فلتر نغيره من هون الهاي والنورمال تاع كواليتي تاع الكلر نقدر نعدله من هون كمان الى سب منيو كمان فينا نعدله من هون. اي بالنسبة للكلر الدوبلر كمان ايضا نقص عليه هذا بنقيم الكلر ناخذ دوبلر الدوبلر بس تاخذها طبعا هون فينا غير سبيد من هون نعمل انفيرت للامج من هون انفيرت سبيد تغيير ار تي تريس تعمل تريس من هي في سب منو كمان فينا نعدل عليها حسب ما احنا شو بدنا انجل ويز لاين انجل نغيرها من هون والفلتر نفس الشيء بالنسبه لنا هاي بالنسبه للدكتور. هلا حنختار بروب هيك بكون خلصنا احنا كل القياسات الموجوده بالجهاز الثنائي الواحد.